السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو. اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على سندويتشات اللي كيجيو رائعين وكنقدموهم لوليداتنا بحال هكا في الكوتي او في الغداء. كيجيو ساهلين وبساط. بسم الله غادي نبدا معكم المقادير. هنا عندي واحد جوج حبات ديال الجزر او خيزو وكنقطعهم هكا، كنبشرهم غلاض شويه، بعد ما بشرنا خيزو او الجزر غادي نجيب واحد جوج حبات ديال الفلفله، جوج فلفلات اللي حيت لهم الزريعه وكنقطعهم هكا طريفات كبار وكنستمر عليهم بحال هكا، كنقطعهم كنخليهم حاجتنا بيهم يكونوا هكا شويه واقفين ما يكونوش مقطعين رقاق، نستمروا عليهم بحال هكا حتى كنقطعوهم. اذا كانت فلفله كبيره تقدروا ديروا فلفله كبيره وحده كافيه صافي. وغادي نجيب البصله كنشلضها هكا على الطول ديالها، كنديرها رقيقه بحال الا غادي نعسلوها. انا حتى كنصايب هنايا كنوجد الحشوه وكنخليها كتبرد، وانتوما الحشوه راه كديروا اللي بغيتوا على حسب الخضر اللي عندكم صافي. بعد ما قطعنا البصله انا درت هنايا 4 الحبات ديال البصله، كندير شويه ديال الزيت النباتيه شويه ديال الملحه صافي، وكنحطها فوق البوطه كننزل هاد الخضار العافية شوية متوسطة، ما كنديرش حنا العافية مهيلة او مجهدة باش ما كتطلقش لينا هاد الخضرة ما كتطلقش لينا الماء صافي. غادي نجيب هنايا واحد 150 غرام ديال الدجاج مقطعه، صدر ديال الدجاج مقطعه رقيق وكنطيبو هكا مع هاد الحشوة صافي. هنايا ما غادي نتبل، كندير غير شوية البزار او الفلفل الاسود، من بعد غادي نحك فيه شويه ديال الزعتر بعد ما كطيب لينا الحشوه مزيان. ديال نزلات الحشوه ديالنا وكندير هنايا واحد المعلقه صغيره ديال مركز الطماطم او مطيشه معلبه، انا هنا كانت عندي في المجمد كنخليها حتى كتذوب هكا، كندير شويه ديال الزيتون مقطع صافي. هذه هي الحشوه اللي غادي نوجدو صافي حتى كدوب لينا هكا ديك المركز الطماطم. انا كنحركوها هكا باش كدوب صافي، وغادي نحطها على جنب وغادي نوجد العجينه ديالنا. بسم الله هنا كندير واحد الكاس ديال الحليب ما يعادل 200 غرام ديال او 200 مليلتر، وكندير معلقه صغيره، هنا كاين الحال سخون درت معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات او الخميره الفوريه، وكندير جوج معالق صغار ديال السكر وتنحرك عجينه سهله. وكندير نص كاس ديال الزيت النباتيه كنجي هنا كندير واحد 4 المعالق او 5 المعالق ديال الطحين فارينه كنحرك مزيان. حتى كنحركها صافي وغادي نغطيها وغادي نخليها واحد 10 دقائق حتى كتفاعل لينا داك الطحين مع الخميره. من بعد انا هنايا غادي نجيب الطحين، هنا جبت نص كاس ديال الدقيق الفينو واحد 80 غرام ديال الدقيق الفينو، كنحركو مزيان هكا كندلك، يعني هاد العجينة راه بدون دلك راه كندلكوها هكا بالفوي في الاول صافي. وهنايا راه درت القياس ديال الملحة حسب الذوق، درتها هكا في الدقيق وكندير سباتولا كنبدا بحال هكا كنجمع العجينة ديالنا
بدون دلك يعني، راه ما كان نعطيوها شي مجهود سهله باش بحال هكا كنخدموها هكا بسباتولا. انا دابا غادي نضطر نخدم بيدي باش غادي نجمع العجينه. كنزيد الدقيق حتى كنجمع حسب على حسب هاد الكاس اللي درنا ديال الحليب. صافي العجينه ديالنا حنا جمعناها وغادي نغطيها وغادي نخليها تخمر واحد 30 دقيقه لانني ما قويتش الخميره. بعد ما خمرات هي وجدات صافي كنحيدها من المول باش غادي نحيد منها هاد الفقاعات وكنجمعها بحال هكا. صافي غادي نجيب الميزان غادي نعبرها. انا هنايا العبر اللي كاين عندي غادي نقسمه على 10، كندير فيها 10 بحال هكا، يعني كل كويره غتجيني فيها، لان حسب عبرت هنا لقيت كيلو غادي نبقى ندير 100 غرام في بحال هكا في الكويره. كنزيد الثانيه وكنقاد بحال هكا، كنستمر عليها حتى كنقاد العجينه ديالنا. صافي وغادي ندهن، غادي ندهن هاد الوصله فاش غادي نسرح هاد العجينه وغادي نغطيها نخليها ترتاح واحد 5 دقائق. غادي نغطيها بواحد البلاستيكه صافي حتى كترتاح. صافي وكنديرو المدلك وكندهن هكا بالزيت. صافي غادي هكا نسرحها على الطول ديالها وكنحطها كنسرح الثانيه. راه هكا تسرح ساهله لانه واخا الزيت بحال هكا كيلصقها هكا دغيا كدوز، ما كنديروش لها الطحين باش ما تجيناش ناشفه. عاد هنا خفيفه صافي كنستمروا عليها بحال هكا حتى كنكملوا العجينه ديالنا كامله. ونسرحوها وكنقادوها. صافي بعد ما كملتهم كاملين غادي نجيب الحشوه بعد ما بردات حتى كتبرد تماما ما كتبقاش فيها السخونيه باش ما كترخيش لنا العجينه وباش كتجمع لينا العجينه بسهوله. كندير الحشوه بحال هكا دفعه واحده. بعد ما كملناها غادي نجيب انا عندي هنايا الجبن المبشور، هذا كيبقى اختياري الا ما بغيتوش ديروه ما ديروهش، يعني هذيك الحشوه راه كتجي لذيذه وبنينه. صافي وغادي نبدا نجمع العجينه هكا على الطول ديالها، كتجي ساهله. صافي كنسدوها. بعد ما كنجمعهم كاملين كنجيب البانيني وكندهنها هكا بشويه ديال الزيت وكندير على رقم 3. صافي وكنبدا نستف فيها هكا هاد السندويتشات، كندهنهم بشويه ديال الزيت باش كيجيو منها محمرين زيت نباتيه. صافي وكنحطهم هكا البانيني، نتوما شفتوا معايا كيفاش كيطيبوا، يعني كنخليهم هكا تقريبا 10 دقائق لانني ما كنجهدش عليهم العافيه، كنخليهم يطيبوا على خاطرهم. كنديرها في 3 كيف ما قلت لكم، ما كنجهدش عليهم العافيه. صافي غادي نرمي التانيين، كندهن بحال هكا بشويه الزيت، غير رشه بسيطه وغادي نرمي التانيين. وبحال هكا اللي ما عندهاش البانيني تقدر طيبهم معاه في المقله او تدخلهم الفران بحال هكا في اللاطه، راه كيجيو زوينين ليكم الاختيار، يعني
واخا ما تكونش بانيني راه كيطيبوا في المقله كيجيو لذاذ وكيجيو بنان، بحال الا مدايرينهم هكا في البانيني. صافي كندهنهم شويه ديال الزيت وكنحطهم هكا كنخليهم حتى كيطيبوا. حنا الدفعه الثانيه طابت، واللي عندها بانيني صغيره تقدر ديرهم في بانيني صغيره، ديرهم صغار نتوما شفتوا معايا كيفاش كيجيو بعد ما طابوا. وكنقول لكم بالصحه والراحه، ولا عجبكم الفيديو اللي ما مشتركينش في القناه شاركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. وكنقول لكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.